وللحديث أكثر عن الفتوى وأهداف التنمية المستدامة ينضم إلينا الآن الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى باستراليا. أهلا بك معنا في صباحنا مصر يا فندم، ونتحدث عن دور الفتوى في تجاوز هذه الإشكاليات في ظل يعني العالم المضطرب الذي يموج الآن بالمشكلات الكثيرة في شتى مناحي الحياة. نعم، الله يحفظكم، صباح النور للجميع. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على المصطفى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أتوجه بالشكر أولا لدار الإفتاء المصرية على دعوتي لهذا المؤتمر تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله سبحانه وتعالى. نعم، الموضوع الذي يدور حوله المؤتمر هذا العام موضوع مهم جدا يتعلق بأمر التنمية، ولكن أمر الفتوى هي أمر عظيم، عظيمة الشأن، مهمة شريفة يتولاها خواص عباد الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والعلماء والأتقياء. لذلك لابد لنا جميعا من ضبط أمر الفتوى وأن تحصر هذا الأمر بمن هو مؤهل لذلك، وأن يراعي المفتي واقع العصر. فالعصر عصرنا هذا يشهد تغيرات هائلة في العلم، في الثقافة، في الاجتماعات، في الاجتماعيات، في الأدب، ولكن عدم انضباط أمر الفتوى وصدورها في الغالب من غير المتخصصين من ذوي الخبرة والدراية، لا سيما من الجماعات المنحرفة والمتطرفة التي تحكمها الأهواء، يؤدي هذا إلى مناهضة التنمية المستدامة بتكبير الصفو والسلم المجتمعي وزعزعة استقرار الأوطان والعبث في اقتصاديات الدول وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد. صحيح. لأننا جميعا ندرك أنه لو تصدر غير المتخصص في الطب أو في القانون لتعرض لعقوبات، لكن للأسف كثر من يتزيى بزي العلماء والمفتين ولا رقيب عليهم ولا حسيب من أصحاب النفوذ. لذلك كان دورنا في هذا المؤتمر أن نبين أهمية دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة، عملا بما جاء بالحديث النبوي الشريف: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. نعم. نعم. وبينا أهمية ضبط الفتوى على الوجه الذي يوافق الشريعة، وهذا الأمر يتعلق بأمور كثيرة. الأهداف السياسية للتنمية المستدامة تتعلق بدور الفتوى في تحقيق السلم والأمن والعدل على المستوى العالمي. كذلك لابد لأهل العلم من موقف حازم وحاسم من قضية الغلو في التكفير والتحذير من خطورته. لذلك عمل أهل العلم على ضبطه باتباع الشرعية وافقا الكتاب والسنة، مما يؤدي إلى التعاون مع كافة شرائح المجتمع. بينا كذلك في المؤتمر الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية المستدامة، الأهداف البيئية للتنمية المستدامة. بينا أهمية العمل على حفظ البيئة بعناية فائقة. كل هذا يدخل تحت هذا العنوان: دور الفتوى في حماية المناخ والحياة البرية والحياة البحرية، دور الفتوى في توفير المياه النظيفة. كل هذا يشمل أمر الفتوى الصحيحة المستوفاة للشروط، لأن ديننا الإسلام والحمد لله رب العالمين يشمل كل هذه الأمور. طب هايلي دكتور، يعني حضرتك يمكن ذكرت في مجمل كلامك ان الدين الاسلامي بيتبنى وسائل تحقيق واهداف التنميه المستدامه، ايه اهم الدلالات ويعني وجهه نظرك كيف تحقيق هذا من خلال يعني مبادئ الدين الاسلامي؟ بما ان الكتاب والسنه تشمل كل هذه الامور الحياتيه وليس فقط مقصورا على امر العبادات العمليه، بل يشمل كل هذه الأشياء. فلذلك المفتي وهو المؤهل لأن يفتي في هذه المسائل هو المؤهل أن ينظر في هذه الآيات والأحاديث للاستنباط. لذلك ولا زال يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم المسؤولون العلماء المفتون يراعون هذه الأمور. وذكرت أنا الحديث النبوي الشريف الذي مر معنا قبل قليل،
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة إيماني حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. هذا من شأن المسلم الصالح الكامل، أنه يحب الخير للجميع، يحب الخير للمسلم ولغير المسلم. فيدخل في هذا دور الفتوى في إعطاء الفتاوى الصحيحة التي تؤدي إلى التعاون مع كافة شرائح المجتمع، وكذلك في بناء المؤسسات القوية، لأن الاقتصاد كذلك هو عصب الحياة. الاقتصاد في الإسلام يمنع الربا والاحتكار والرشوة والفساد. الاقتصاد في الإسلام يأمر بالأمانة والعدل والسماحة وحسن التعامل، ويحارب البطالة والتضخم والغرر والخداع. والمال في الإسلام هو مال الله، والإنسان هو مستخلف على ذلك المال. أليس الله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه؟ لذلك ركزت الفتوى الشرعية على دور الفتوى في ازدهار الاقتصاد، دور الفتوى في تشجيع الصناعة، دور الفتوى في معالجة أمر الفقر والجوع والبطالة، دور الفتوى في الحفاظ على حياة وصحة الإنسان. هناك أهداف أخرى كذلك اجتماعية وثقافية للتنمية المستدامة. الإسلام جاء لتهذيب الإنسان وتهذيب سلوكه وتربية نفسه ورفعة شأنه ودعم التعايش الحسن المشترك بين الناس. لذلك من دور الفتوى أن إيصال الحقوق للذكر والأنثى، دور الفتوى في الحد من التنمر. كذلك شملت أمر الفتوى الاهتمام بالبيئة بعناية فائقة، نعم، لأن الإسلام يأمر بالحفاظ على هذه البيئة وعلى مواردها وعدم إفسادها وعدم تلويثها. كل هذا مما يستشمله الفتوى الشرعية المستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد على أمر مهم: أهمية مواكبة دور الإفتاء للتقدم العصري، نعم، مواجهة خطر الفكر المنحرف الذي يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأؤكد كذلك على أمر أهمية دور الخطاب الإفتائي المعاصر الذي يقوم بقراءة التراث الإسلامي قراءة واعية يستخرج من خلالها القضايا والمسائل التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا يؤكد أنه لا تعارض بين التراث الإسلامي وبين الفتاوى الصحيحة الحديثة. لا بد لي أن أكرر أمرا مهما يتعلق بأمر ضبط الفتوى، وأن الفتوى لا بد أن تصدر ممن هو مؤهل. هنا يعني يظهر لنا دور الإفتاء في العالم الإسلامي لتضع خطط متناسبة لهذا الأمر وتضبط أمر الفتوى، وأن لا تكون إلا عبر المؤهلين لذلك. لذلك وإن شاء الله عبركم نطالب ونذكر الإخوة الإعلاميين في هذا الأمر، نعم، بأن يواكب أمر دور الإفتاء في هذا الأمر، وأن يراعوا أمر أن لا يستدعوا إلا من هو مؤهل لهذا الأمر للتكلم عبر الوسائل الإعلامية. دكتور سليم، يعني في ضوء استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر القادم إن شاء الله، وفي ظل الأهداف السامية التي يعني نسعى لتحقيقها مع مسألة انضباط أمر الفتوى والتعريف بأن التجاوز ربما بحق البيئة بإفسادها هو بمثابة قتل للنفس، يعني كيف نؤكد على هذه المعلومة بما يتواءم مع مؤتمر المناخ الآن والتأكيد على هذه القيم النبيلة؟ يعني سبحان الله، جاء دور هذا المؤتمر بهذا اليوم كأنه تمهيد لهذا المؤتمر، مؤتمر المناخ الذي سيقام قريبا إن شاء الله في مصر الحبيبة، مما يؤكد على أن الفتاوى الصحيحة لا تتعارض مع الاهتمام بالبيئة، لا تتعارض مع الاهتمام بأمر النمو، بأمر التغيير، لا تتعاطى مع كل ما ذكرناه من هذه الأمور. صحيح. هذا مترابط، ودور المفتي والشيخ لا يتعارض مع دور مثلا وزير الصحة، وزير الاقتصاد وما شابه ذلك، وكل هؤلاء المسؤولين العاملون في وطن واحد، لأنهم جميعا مطالبون بالنهوض بهذا الوطن، بهذا المجتمع، للرقي والازدهار ولحمايته من الفساد والإفساد على أنواعه. هذا يعني كأنك تقول المفتي الصادق الصالح مسؤول على الأمن الفكري، وذاك مسؤول على الأمن الاقتصادي، ذاك مسؤول عن الأمن المناخي، ذاك مسؤول عن الأمن الوطني وما شابه ذلك بكل دور، والإعلام مسؤول كذلك.
فكل مسؤول عن رعيته. صحيح. بالمشاركة بالتعاون وبالترابط فيما بيننا بالتنسيق بين كل أفراد المجتمع لا سيما المسؤولين وأهل الاقتصاد، ننهض بهذا المجتمع نحو مجتمع أفضل ومزدهر، وبهذا لن نقطع الطريق على أصحاب الفكر المتطرف. الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى باستراليا، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لأعمال المؤتمر الدولي السابع للإفتاء بمشاركة هذه الكوكبة من علماء 91 دولة وممثلين أيضا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. شكرا جزيلا.